الاطفال الرقيب بس يضرب ارانب بساس صح ارانب بساس طعميه لو لا تزعل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم سويت احكام مختلفه واقوى من الحلقه اللي فاتت لان الحلقه اللي فاتت الاحكام كانت ضعيفه الصراحه اكون صريح، لكن اليوم في ضيف في الحلقه والله صراحه متحمس حلقه اليوم متحمس الضيف يجي خلي شويه يجي بعدين نرجع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ الحمد لله حبيبي. كيف حالك؟ كويس. اثبتنا لك في الحلقه السابقه اننا كفو وكان في محاوله نصب في الحلقة السابقة. إيش؟ دقيقة. كل الناس شايفينه ويحكموا. يقول لك الضيف جايبنا مطبخ مشغل كاميرا ومشغل كاميرا قدامه عشان يشوف ردة فعله. يا سلام. طيب المهم شفت يا إخوان في الحلقة السابقة الحمد لله كنا ملتزمين، أثبتت لكم إنه أنا ماني أكبر غشاش في اليوتيوب وأنا طيب القلب. عندك مانع؟ لا أمورك. أوكي. و والله عارفين. والله عارفين. تعال اليوم اللي جبت لكم رقيب. ايوه لا صار وحش. ما شاء الله عليك طولت اكثر. لا يا شيخ زدت سبحان الله. الله يزيدك من فضله. حبيبي الرقيب والله منور ما شاء الله يا ابوي من زمان عنك يا شيخ. اليوم اقوى تحدي احكام خلينا نشوف احد ما يسوي يبالا. اسمع هذا مع الحلقه اللي فاتت كان يبغى ينصب علينا. هذه المره يبالا 20% من اي فلوس تحول لي. كفو عليك خلاص انسى الموضوع. 20% والله انا قلت اخذ انت 70 و اسمع خلوك علي. لا يضحك عليك المفروض النصب بالنص. طب اسمع 30% حبيبي. شفت 40% وبيحمل اثنين حبيبي. الله يسعدك. كان حيل الضبط زين والله يا الرقيب. في واحد ابغاك تتفاهم معاه. بس انت الحين ما قلت لنا ليش موضوع الموزة. ايوه صح ليه لابس موز. الموزة هي الفاكهة الاكثر استهلاكا في العالم. ايش دخل طيب هذه حافظ معلومات هل تعلم. يلا امها بيض هذا. والشيء الاخر ايوه الموز مفيد جدا وحلو انك انت تلبس شيء مفيد علشان تسوي انسبايريشن للناس انه تذكرهم بالاشياء المفيدة. انا حلبس تيشيرت واحد يسوي كارديو. حلو السر. حلو تذكرهم بالرياضة صح. بمو ايش بموت ايش عندك مشكلة معه ولا ايش؟ لا ما عندي مشكلة. طيب ما ادري انا احسه ايه حسك متحسس من الموز يعني بزيادة. لا بس معروف الموز مربوط بايش. بايش؟ بالقرد. وصلنا المطعم الاول وهو مطعم فروج ابو العبد. مطعم يقدم الفروج المشوي سندوتشات طيبة يعني عنده اشياء تشكيلة كذا طيبة حلوة وخلصين تمرين انا وابو داحم. بالضبط نحتاج بروتين. السحب دحين ولا جوا؟ ممكن خلص. تحتاج كارب اليوم. كارب تحتاج عشان تبني عضل. طب حنسحب هنا ولا جوا؟ جوا. ليه تسحب هنا؟ ليه في الحر؟ تفضل يا اسمع والله يا ود هذا لو ينحشر معايا بغرفة والله صدقني انا اللي اطلع مو هو. والله يطلع ميت قصدك. بقول لك انا تطلع مفجر. والله بقول لك اكفي بنه طويل. فلو تبغى تاخذ التيك داون عندك السنجل ليج والدبل ليج بالراحه يجاب. دبل ليج ايوه دبل ليج تيك داون. امشي يمينا بالله. تفضل يلا روح خلينا نشوف. اقرب صوت عالي لو سمحت. اوه شكلها طويل ده عبد الرحمن. ايش رايك تخلي الكاشير يختار لك بس مو انت اللي تروح للكاشير شريف اللي يروح يكلمه وإذا تكلمت أو طلع منك صوت هتاكل هوا. طيب ماشي لو هذا الكرت طلع لك فإنت هتطلب اللي تبغاه لكن ممنوع تشرب أي سوائل وحتى تاكل ثلج حتى ختام الفيديو. حتى ختام الفيديو كمان. اي والله أنا آسف والله أنا ما كنت أبغى هذا يطلع لك. كان نفسه يطلع لي فاهم. لا جايب لي الرقيب فاهم. يلا افصل. ايوه نفصل يلا. هذا تعاكله قبل كل. اذا انت بتشرب حتضطر تضحي بانك تاكل في هذا المطعم. اختار بس هذا المطعم. ايوه هذا المطعم فقط ما قلت شيء. طيران فلت عليك انا والحين رقيب. انا مو عاجبني لهجه امير. يا ود تسيره على روسنا الجبال. استنى بتكلم مع مين؟ تكلم مع مين حتى يعني فانت عندك اختيار
تضحي بهذا المطعم عشان تقدر تاكل وتشرب في المطاعم اللي بعده. يا اخي مره جيعان تقدر تتحمل. سامعين كيف حالك؟ شخبارك؟ كله تمام. اباك تطلب له على ذوقك بس، انا ما هقول لك اي شيء زياده، على ذوقك. والله لو سويت شيء ما تكلم ولا سوالف. لا طالع فيه. الاكل وصل، خليني اقول لك ايش طلباتك. استاذ عمو الرقيب تفضل حبيبي. يا واد مسحبة استاذ الرقيب تفضل. شوف مقمر زيادة كمان. الله عبد الرحمن هذا كمان حقك بطاطس يعني لا تمديتك. طيب ماشي عبد الرحمن، هذول الاثنين وهذا. انا هذول الاثنين وهذا. اي زبطك والله حبيبي. شكرا يا حبيب القلب. شكرا. انت قلت له اطلب لعبد الرحمن صح؟ ايوه. فين المشروب؟ والله هو ما طلب. امير شوف انا ما حددت انت وجبة كعكة. هذه الكعكة. طيب وهذا وهذا وعندك صندوق طاووق جنبه. هذا اتوقع انه هم الاثنين كباب دجاج. اي والله مليانه توم. بسم الله. بس عادي انت تقدر تشرب مويه. انت فاهم. لا اسكت بس. العب 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 يا المسحب. والله شوف هذه مليانه توم، والثوم اللي بالصماق هذا، ويعني والجبنه هذه يعني طيبه الصراحه. طبعًا. ليش ما في الخلطة من برا قليلة؟ شوف لا هم ما يكثروا الخلطة عشان الساندويتش ما يطلع مزيت. يعني هذا اللي يميزهم الصراحة. والله صراحة. طيب بالعافية حبيبي. رينا عبودي. يا عبارة عن ايه دي؟ فنان. بطاطس ودجاج وصوص الثوم حقهم المميز. نغمس في الثوم. يلا ذوق. تابع تكتب انت ما شاء الله كويس. لذيذ. كلام ما بيقدم ولا كلام عليها مو راضيك والله. زي كذا هو ما تكلم زي كذا بس انت هو زي كذا حشت زي كذا من واحد. المطعم اللي بعده بلتر. يلا لتر مويه. ممكن ما تشرب نشوفنا. هذا مطعم ليزو لصديقنا الشيف احمد عزيز. ما يدري انه احنا بنصور. والله يا واد حندي راينا الحقيقي. ها ممكن يصيدنا بالكاميرات بس يصيدنا حبيبي. ايش حسبنا خاف؟ حخاف منك انا يا واد. اسمع عنده جهاز شايف. والله عنده جهاز. اسحب اسحب. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرب صوت عالي. شريف حيوريك فيديو. اذا ضحكت افتح الكرت الصغير. اذا ما ضحكت واذا لا اطلب اللي نفسك فيه. الله والله يعني ما حتضحك ما حتضحك. طيب ماشي دحين نشوف. شوف يا واد لو ما دحين اللي بتزبط. مالي صراحه حظك. عشان تقدر تاكل اللي تبغاه اطلب الحلى اللي في المطعم وخلص واطلب اللي نفسك فيه. حلو. اذا ما عنده حلى. عنده حلى. تقدر تطلب اللي نفسك فيه. والله ما شاء الله مسكت عصاوي. الله جامد والله. لو كان طلع منك طبعا الفيديو ما عمركم حتشوفوه. الايس تي يقول لك يخمروه كم؟ 48 ساعة. بعدين ينخلط بمربة الخوخ. صراحة طعمه فعليا مميز. انا حسبته نكهة كذا وما ادري. لا طلع متعوب عليه. لا والله طيب مرة. اتفضل والله. لا ما حد قلب. أنا قلت الدوب. طيب والله ممكن تكون أحسن. لذيذة لذعة الليمون اللي فيها. فين الرقيب؟ إيش بالرقيب؟ سحب عليك. ما سحب عليه. نزل يشرب ماء وطالع. والله يا واد لو أنت والرقيب تفلت علينا من عبد الرحمن أقسم بالله. تصيروا على ضمتك. والله أنتوا الاثنين. والله ترى من جد يعني ايش تحسبنا احنا ضعاف؟ انا قلت انت ضعاف. انا والرقيب وكحل واحمد مكي. يعني شويه فكر في الموضوع. الرقيب وكحل هو ترى حلو. مكي لو معاه مكي حد راجع. مكي معانا. انا ومكي بس. اعمامي حتصيروا. كابتن ايه قال لك انه باقي ما حاكلها. ايه طب طعمه والله اقدر اكل الحين.
شايف كان يبغى الظرف ده يطلع لك صح. ايش في بتغرق انت؟ انضغط هو كمان. انا انضغط بلدي. ايش اللي انضغط؟ اول مره اشوف شوكه انكسر زي كذا. لا مو للدرجه هذه. بطلك البهلله البهوره حقتك. البهوره هذه. تخيل هذا كان صباعك كذا بتعرف الضربه هذه زي كذا. اي كل الكبار عندهم الضربه دي يعني لازم واحد يكون كبير بس ما ينفع انت تسويها مثلا. يقعد تيجي فيك. لازم واحد يكون فوق. طلع روح شيء لازم كذا نص دقيقه. اول ما يبلع اخر رقمه من الترفل تعطيها هدي له واحده همر. عبد الرحمن ايش قال؟ قال يا شايف الرقيب هذا؟ ها الرقيب هذا انت جايبه؟ ها الله انا امير اخش فيكم اخليكم كذا ها كذا يعني يا ودي من يوم ياخذك ويرجعك بالكلام. والله العظيم حصل انا مصورها زي كذا عرفت هذا الكيس كذا يرمي والله تبي اثبات ينفرشوا قدامك هتلاقي فيه كراسي فوق وكراسي تحت. انتوا شوفوا عشان من جد مطعم عزيز ما نبغاه يعني يقفل عشان صيانه. هو عزيز اللي يقول الله عليك الله عليك الله عليك ابو عزيز تبي تنفرشوا ولا ولا تبغوا تاكلوا خلاص الاكل جاء. اي شوف يا لا 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 من قال لك انا قلت لنفسي يعني. ما عزمناه يا اخي. هذه السيجنتشر عندي هذه سلطه البرجر. عبد الرحمن طلبها بدون بطاطس بدون بطاطس وبدون صوص بدون صوص وصار كلها برضه. ايوه صحيح هذا اللي ترفل فرايز هذه عليها ترفل باودر ويجي معها اصلا صوص الترفل. انا هذه الاشياء دائما تعجبني. معلومه ترى تقدر تطلبها بدون بطاطس فتزيد لك كميه الخس تكون البيس حقها خس اول هي يعني خس وبطاطس هذا الطبيعي حقها. لو ما تبغى بطاطس تزيد لك الخس فيعني هذه للناس الكيتو وغيره احسها مناسبه. لا مو كيتو الصراحه okay. بس دائما اكل الياف اكثر بشكل عام. اوكي انت ما حطيت عليها صوص ترى ما شاء الله حلو. خشيت في البرجرات والله دخلنا على البرجر يا اخوان خليك انت بالحل اللي اكلته من البدايه. بسم الله انت في شوك يعني ما عندي لغوة صوصات في البعض نفس الشيء صوص واحد حلو بس اللي زياده فيها الجبنه بس. هذا الكلام عند البيسك هو ده ايوه زيت زيت عادي بسم الله قطعه 2 3 10 100 كل شيء ينفع بس تصدق يعني والله شكله ممتاز. الفرايز تايم البرجر تايم بس تريبل لانه حط 140 جرام. شوف 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 ايش بتسوي انت. شوف شوف انا لما اجي اقول لك انا ابغى تشيت ميل احتاج لحوم. الله يا اخي ايوه يا شيخ كذا العضل تدلع. انا ملاحظ انكم قاعدين تشبعوا عشان لسه باقي احكام في المكان اللي بعده. لا لسه باقي مطعمين ترى. هو حاق الحين اي والله لازم ناكل. انا حاسس ان الظروف اللي جايه افضل هتكون افضل بالنسبه لهم ولكم. نشوفكم في المكان اللي بعده. ما حتقدر تعدلهم في واحد فيكم هيدمع هيدمع ايوه يروح هذا والله هتشوف والله ما استهبل والله انك انت عروج ابني حراره سامعه 50 50 طبقه 50 ايش 50 ايوه 50 قول والله والله اسوي لك 50 وتحدى دقيقتين. اسمع حط تحدي مالي حلو واذا خلصت 50 انه تحداها تخلص 50 بس 50 انت تتوقع بكم؟ كم الوقت؟ ايوه 10 دقائق لا اديها وقت لازم وقت اديها على الاقل 25 دقيقة لا رنا ما شاء الله تخلصها حط ادي لها تحدي يلا تحداها كم احط لها مبلغ؟ يا اخي شوف قول يلا هذا تحدي فوق 3000 4000 ريال على 50 قطعة خلاص والوقت 25 دقيقة 25 دقيقة ونفس حجم نفس حجم الباتي ما تزوده اللي عندك نفسه نفسه. لا انا ما بسوي لها انا بسوي لها قطعة مثلا ب 10 10 10 10 ايوه بس انه نفس الكميه حقت الباتي حقتك ما تزودها لا نفس لا تصعب لها لا ابدا خلاص دن والله الباب مقفل وبتسوق خلاص خلاص وصلنا المكان اللي بعده سومو بيتزا
خذ جوا عشان تسحب ظرفك وتسحب حظك وتسحب مصيرك. تفضل جوا انت والموزه. برنامج اذاعي الحين الشباب بيشتروا استيكرات عشان يلصقها في الجدار حقهم. ايوه يلصقوها في جدار الرقيب. جاي 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 وقاعد يشوف. اختر لي واحد يا رقيب. خلاص انا اختار. لا اختار لنفسك. اختار يا امير. امير اختار. خلاص هذه انا ولا السابق. ابو شكلك فكر. ايش رايك تقفل احتياجك اليومين هادي؟ اطلب 4000 سعرة وخلصها. اذا كثير عليك كتكوت والله حاسبيها. قلت لك هيجي. هو قال في السيارة. تبي تسحب الكرسي صغير؟ خليني اشوف السعرات. اصبر لو سمحت. لا تحسبني كتكوت. هتخلصها. اتوكل على الله. ما خلصت الاربع الاف. ايوه هتفتح الكرت. خلاص اطلب لنفسك فيه بقى يفتح الكرت الصغير. يعني كذا فاتح. اطلب اثنين. عبد الرحمن دوب قال جيب الكرت الصغير. كتكوت. جيب الكرت الصغير. جيب الكرت الصغير. هات الكرت الصغير. عادي عادي ابوي. والله عادي. هذه ايش حناخذ فيه؟ انا حطلب هذه. شوف شوف ايش اسمه. مكتوب كتكوت. يا ابوي اقول لك هات اشوف انا. الكتاكيت. خذ يا كتكوت. اسمع مين قاعد يقول لا يلزم علي افتح الظرف؟ مين يا اخي؟ انت خلاص اختار. لانك لو وصلت وما كملت اي قطعه ولو طرفت اي قطعه هتفك الكرت. من الحين بقول لك الكرت نفسه يعرف ايش هو. حيقول لك حول لي 2000 و1000. ايوه هي فيها تحويل. تحويل والله ماني فاكر كم فيها تحويل. من جد ما بغيت. ما في. لا والله فتحته. والله فتحت الكرت. خلاص اقرا. خليه يقرا. لا مبلغ بسيط. خليه يقرا. اقرا بصوت. طلعت كتكوت. هيا حول 150 ريال لشريف وتاكل اللي تبغاه او تاكل 127 سعره. يعني يا احول لك 150 ريال يا تاكل 127 سعره. اوكي تاكل شيء في المنيو 127 سعره. ما تاخذ لي قطعه بيتزا وتقول لي هذه لو قسمناها تطلع 30. ما في الحركات هذه. عارف حركاتك. ادينا بالله واحد ترفل. ما هتقسم. اسكت ولا كلمه. لا ولا كلمه. اسكت. ما لك دخل. رقيب قوم وقف المهزله. لا امير بيطلب ترفل وهيقسم سعراتها وهيقول هذه القطعة سعراتها كذا. كيف؟ مو منطقي. يلا توكل. اللي خلاص لا تاخذ من الطلب. ما في بعدين ما قلت لك. ما في. ما في. فين 127؟ لا تاخذ من الطلب. في 27. في 127؟ ما في. يا خلاص هحول لك. دحين حول لك. طلع ام الجوال واخلص على السرير. امير. مو منصب عليك. تبغى تاكل اللي تبغاه حول الفلوس. يلا. غير كذا 127 حتى ثمرة ما اعطيك منها. ليش؟ يلا. اختار. يبوي صوص تاقي فيه 50. خذ لك 3 صوصات. اخيرا ضبط الكلام. انا فكرت 10 ايام يحاول في النصبه دي. يعني 150 حلو. مد ربك انه مو الكرت ابو 1000 ولا ابو 500. اما في ايوه يا ابوي ايش قاعد تسوي انت؟ خلاص حولت. ابوي ايش بك انت؟ ما جاء شيء. واحد سوق امه. لا والله ما يخصم شيء. شوفوا يا جماعه 150 اللي نفسك فيه. هذه مكتوبة بورقة بخط يدك. مكتوب اقرأ اللي فيه بالضبط. كل 5 حبات او 5 اذا طلع ساندويتش يمدقدق او يعني شيك قطعة واحدة. ايوه يعني قطعة واحدة تمسكها تاكل منها 5 قضمات او حول. لا تعال شوف المسخر اللي ذا. الى شريف 200 ريال او دولار. يعني اختيارك عادي عشان الحبر خلص. كل 5 حبات او قضمات واذا طلع ساندويتش 5 قضمات يعني. ايوه ايش ما تدقدق يا مدقدق يا مدقدق. اول شيء قطعه واحده. يلا اول شيء العربي بريال. بعد شويه 5 قضمات. 8 اذا شيء قطعه. هذه الثالثه. طف انتهى الموضوع. سواء قطع لو حاجه انتهت. خلاص انتهت. قفل البيتزا. قفل البيتزا هذه. خلاص هذه البيتزا سفري. خش انت اضرب فيها يا رقيب. اضربها انت. ايوه ما تقدر تاكل. اسمع يا رقيب ترى قال انك في شك قبل شويه. هيا اقعد شوف.
قال في شنكو خيخة. شكرا. هذا زودتها بكيسة. اسمع. الرقيب ما ياكل ذي الاشياء، ما يحبها، ما يحب هذه الاشياء الرقيب. الرقيب بس يضرب ارانب، بساس، صح، ارانب، حمير، بساس، طعمير. لا لا تزعل، لا تزعل. والله امير تاخذ فيها لعيبه؟ ايوه عادي. حبيبي ريحة ترافل جدا جميلة. أما لو أكلت هذه الأشياء كلها كان قفلت 4 سعرات 4000. طيب بس كثيرة، أنت ما تبغى تأكلها. الله على ريحة الدرجير. بيزة بريحة الدرجير. أنت خفيف الظل. يا عمي مو أنت، مو أنت. الله حقك على راسي. اعتذر منك. شوف 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 شوف. شوف راك، شوف راك. قل. طيب حارة يا. تعال طيب شغل الهياء. تعال تعال بجورة. هذا ايش عليه؟ مشمش ولا ايش؟ قطين. والله كان اكلت 4000 سعر. بقول له عندك استسي باي؟ ما انا ما عندي غير استسي باي. طيب ايش تسحب امه كاش؟ ما انا تنسحب كاش. طب اصبر اصبر، ما معاك بالكاش؟ اصبر 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 اصبر. معاك ولا لا؟ ما معي كاش والله. طب معاك تسحب كاش ولا لا؟ طيب حاب. ايش هذه؟ هذه بالترافل. وي امير شوف ايش بداية فلت. شل دوك يمين بآيات الله أمير دوب وأخذ لقمة أكبر من حياتي. بس بقول لهم شيء، عبد الرحمن دخل جوا وقاعد يطلب. أوكي هو اللي طلع. من عزمني؟ إيه هذا. أمانة من عزمني الرقيب؟ طيب ماشي إيش بك؟ هذه الناس شايفة الرقيب وشايفتك. الرقيب عزمني. مو مشكلة. عندك مانع أتكلم معه؟ رقيب ما ينفع يا أخي. بيحمي نفسه بالرقيب. ما في احمي نفسي، ما احمي نفسي، كله بالكانون. كله ايه؟ بالكانون. بالكانون؟ الكانون هنا. اي بسم الله. هذا شيء خارج الاظرف. طيب يا جماعه والله رهيب. اي شيء كلمه رهيب. ايش والله يا جماعه انا ما اعرف. استعودت على طعم الغش. نعم. كيف طعم الغش معاك؟ اي غش. مويه غازيه 250 جرام ايس كريم. ايش يكلم الرقيب؟ الرقيب كان بيختبرك وبيشوف انت هتيجي معاه على طول، وفعلا مجرد ما قال لك راح ورحت معاه. ضعيف. انا متفق انا والرقيب انه يعزمك. حتى ما قاوم يا رقيب؟ قاوم نهائيا، ما في اي سبيل للمقاومه على طول. تعال اجيب لك ايس كريم. لا, لا لا يا رقيب لا. انت قلت لي ما قاومت. قلت لي لا 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 ما كررت ثلاث مرات. شوف يا قلت لك لا واحده بس. ما قلت امانه. ما قلت لك لا لا امانه. امانه لا 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 أمانة أمانة والله. لما تسوق أمه ما في ولا مرة قلت لا. لما جيت تبى تدفع قلت لك لا لا أنت إيش سويت؟ أوكي قال لا صح لما جايب بيدفع كذب ما قلت كمان. أنا بس أنت تتابع شكلي قاعد أتعالج الملوحة. حزام سيارة أربطه يعني. أربط أربط بس قبل ما أربطك. أمزح أمزح. دعاء دعاء. إذا ما أمون خلاص 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 أصكي أوكي. إذا ما أمون خلاص خلاص عادي عادي. إذا ما أمون خلاص أنا أحس بإذن أمون. طيب أنا أقول لكم سوى المضاربة وإحنا بنوقف السيارة. عبد الرحمن أمير قال لعبد الرحمن الموقف هذا هذا أوسع. لا الرقيب قال لعبد الرحمن أنت نقال علوم أبو شكلك يا خلاص. يا حمي يا عبد الرحمن وأمير خلاص خلاص بالع كلب انت والله انك واقف في شيء حطيت. لا 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 والله في شيء حطيت. لا يا ابوي ما انت كذاب. انت ذيك المره كنت خلاص خليني اكمل كلامي. خلاص خليني اكمل كلامي. حط استيكرين. لف استيكرين. ايوه يا ابوي واقف في ورين ورين. طلع امسك. يعملوك كانك دفتر اطفال فاهم. ثاني في شيء عبد الرحمن مو عارف يخش عند السيخ. لا لا خش للمضمون. هذا مضمون. هذا مضمون. في شيء تفضل. اكيد ايش بك؟ دقيقة اهدى ورب لاقلب ام السيخ هنا يا ابو ايش دخلني؟ اهدى ما انتوا الاثنين يا ابني هذا من اخر مرة من اخر مرة اهدى اهدى
اهدى لا زوج زوج يا رب ام المكان اهدى هزعله هزعله امير امير اللي حط طيب واحده هذه حق الاسبوع المره اللي فاتت عارفها سير هذا امير اللي حطها ترى هذا حقه الحلقه اللي قبل كذا انا بسامحك تعال انت فين تباني عادي قول لي قول لي فين تبا ابشر انت تعطيني اياها في ظهري انا اعطيها في جبهتك خلاص سوي كذا سوي كذا هاتين كف كذا انا بسامحك على الحلقه دي كيف حسيت بهذا اللي حطيت لك اياه؟ يعني لا فرق لك من هذيك المرة عرفت انكم واضيين ما تحطين لكم هنا غير في شيء كنت تقدر تطلع ورقة شكلك تحب المقبلات اطلب جميع المقبلات اللي في المطعم اذا ما خلصتها او ما تبغى تخلصها افتح الكارت الصغير مين اللي يتكلم كذا؟ شريف انا ما تكلمت اصلا تفضل انت افتح اطلب اي شيء تبغاه لكن الميزانيه تتحدد على اخر رقم اتصلت عليه شوف اخر رقمين هي ميزانيتك يلا شوف اخر رقمين كم 35 ريال اخر رقم 3 5 3 أيوه. 3 5 معلش يعني 35 ريال أيوه. فميزانيتي 35 ريال كويس والله طيب عبد الرحمن والله الحمد لله ابو احمد اخصم على شريف 500 ريال اقسم بالله ترى دق على لا 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 ايوه 500 ريال اخصم على شريف شهر جاي ابشر لا لا يا تركي لا لا اخصم له هي و ايش اللي اخصم له هي او اللي هي انا او اللي هي انا ماني تبغاني اسحب كرت صغير عشان احول له؟ لا بطلب كل المقبلات الحين وانا بطلب بطاطس حجي بطاطس جبنه بطاطس حجي حمص بطاطس 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 بالله كلم كرت صغير ولا ثاقب؟ كرت صغير ارحم لك كرت صغير يلا اقعد نسجل تحت كرت صغير يا اخي ترى كلها مقبلات ماشي اقرا اقرا يا ابوي اسري اسري اقرا اقرا لا اقرا اقرا خليك حول لشريف 1000 ريال او اطلب منيو المطعم كامل وخلصه وما في رجوع للحكم اللي قبله وهو الكرت الكبير البس مين قال لك توصل كان اكلت مقبلات احسن انت قلت خليه طيب ماشي ماشي تطلب المنيو عادي هذا هطلب المنيو بنتكي رولي لنا بكره عادي ما عندي مشكله اصعد لازم نبدا المنيو كله ما يوصل 1000 ريال يا ولد ممكن ربع يا ولد الرقيب ساعه كمان حيقول له يلا اقلب وجهك وامشي نصب احتياج يا اخي مو نصب نصب واحتيال احكام احكام عشان ما على جار على رواق لا ايش ال 1000 ريال فين قاعدين احنا ايش فين قاعدين ايش ما حيديك منه ولا ريال يا فرخ حتشوف يا حبيب قلبي يا قمر نزل يا حبيبي والله يا حبيبي يا حبيبي كلام هذا ما ينفع طيب حاضر اسف بتحط على ام طول ايوه اوكي ثاني مره عادها هطوطو انا طيب عندك اعتراض؟ ابوي اقول شيء انا والله كنت تضرب بطاطس وحمص والله انا من الكلمه اللي كاتبها ورا الظرف شوف الظرف والله غسلت يدي وربي غسلت يدي لما شفت الكلام هذا عرفت انه في وراها خزوق مرتب يا واد 1000 ريال اقسم بالله ما حتتهنى تعرف ليه؟ ليه؟ بعد كم يوم الراتب طيب كله هذا بالسالب لا مو بالسالب لا لا هذا تحدي لا لا هذا تحدي استغلال ونصب احتياط يا اخي مش استغلال زودت امك يعني ليش صح صح يعني حرفيا هذا كله كامل بكل شيء فيه ايش رايح عندي انا ليش يعني واشوف هذا عزوز اللزوز قول للناس اهلا وسهلا سلم عليهم ارفع صوتك اهلا وسهلا هذا في اليوتيوب ترى طيب يا جماعه بس هذه طلبات امير طلبات عبد الرحمن ولسه باقي طلبات جاي اللي هي في الستيك كنت حولت 1000 ريال ورحت بس ما عرفت كيف بتعدل والله سهل يعطيك العافيه
تسلم تسلم تسلم. لا بس هذا في واحد منه لوح. في اثنين. اثنين لوح وواحد درب. يا ابوي انت تحسبني بيارة؟ يا ابوي انت اللي قلت ابغى اخلص ليه ما دفعت الالف؟ ادفع الالف عشان ما تاكل الاكل هذا. دام اكلت الاكل يا بتكون قد الهرجه يا بتدفع ام الالف لانه كذا كذا هتدفعها سواء ما كملتها هتدفع. حول الف انت حتاخذ ساندويتش من دوره؟ ايوه انا وانا وانا حاخذ واحد. لا ما في انت اخر 35 يا حبيبي. ايوه ايوه معلش خذ بطاطس. طيب قلت لي بكره عندك دوام فين؟ عند السله انا نازل مره في السله هناك عشان هنا اليوم هنا النوم هنا النوم التحدي على البروتين بس انا اقتصرف من مال وقع عليه وختم وطلع ظهر انا موجود معاه وماشي بتفتح قسم زي ما انت ما اقول لي دق على التركي دق على التركي تركي مو تركي لا يقسم تركي اسمع تركي مو هيقسم على وجه البورصه مو هيقسم على وجه البورصه خلاص انتهى الموضوع شوف 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 ريال سعودي ولا ريال يبا يفقع يبا يفقع يا 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 ابن الحلال ما ابغى يا ابن الحلال هو خلص هو ابن الحلال فكك لا لا تسب لا يسبني اول شيء انت الحين قلت لك 1000 ريال انت الحين بتفهمها 1000 ريال سعودي ولا يمني يا اخي طب قول لي ما تقول لي يا اخي لا تبرر ما تبرر ممكن تنفهم كذا ولا كذا ما ابغى تنفهم على كيف يا ابوي انا قاعد اخذ حروبك حروبه كل يا تاكل يا تحول اخلص ريال سعودي ولا يمني خليك في الاكل خليك في الاكل خلينا نخلص من الموضوع هذه فجوه الحين انت فاهمني انا لما اقول لك 1000 ريال انت تطلع ريال سعودي ولا يمني سعودي ولا يمني لا عادي ما حدد يا حبيبي يا اخي كل يمني ولا سعودي يا ابوي المفروض 1000 ريال يا اخي رد يا اخي خلاص المفروض سعودي ايوه وصل 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 اهي وصل حواله داخليه 980 ريال وصلت غني يا حبيبي الله يسلمك يلا انا كذا عدان شكرا يا رقيب شكرا شكرا ملتزم والله سلم سلم ملتزم 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 يا امير لا لا ريسبكت ريسبكت يلا شباب اشوفكم على خير اشوفكم على خير بس والله كت 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 الناس بتجري ورا انا انا ايش يا يا اتصلت على تركي واخصم عليه فلوسي قلت اخصم عليه خلاص حولت لك الفلوس انت ما تبغى تشيل اللقب هذا من عليك براحتك يا عبد الرحمن انت اكبر نصاب في اليوتيوب انا ما عندي مشكله انا بحاول اسوي احكام يعني ما حاولت انصب انت ما انت راضي تنفذ لو كنت اكلت المقبلات ما حولت لو كنت رضيت بال 127 سعريه ما كنت حولت 150 صح ولا انا غلطان ماشي يا شريف ماشي وهذه كانت اقوى حلقه احكام صارت في تاريخ اليوتيوب يا رقيب طيب بيرو يذرع بالراتب ما انت ما تتفرش انت اوه سلام مبسوط انا ايش لي او يا والله حسب عليك وريال ما حتشم وهتطفبك خلاص وطلعت فرخ في النهاية خلاص خلاص بسوف بسوف خلاص والله والله لهنا هو ايش الفرخ الفرخ هو حق البيبي حق العصفور صح البيبي اما البيبي البيبي لا 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 دعي تفهم على قفايا على قفا جد لا 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 تفهم غلط لا تفهم غلط لا تفهم غلط ما 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 عصبي استنى استنى وين في مكان ما في كاميرا استنى دز امها امها كمان اكبر غشاش في اليوتيوب وانت اكبر نصاب انت
انت وحش والله. قال لك انت وحش. اسمع ما غش ايس كريم مويه غازيه وروح شرب قهوه. ساكتين. اكبر نصاب في اليوتيوب. انا اكبر نصاب في اليوتيوب عادي. حاولت انصب اطلع فلوس في الاحكام عادي لان احكام. والله انك هطا. لا ما رجعت له الفلوس وربي مو انت هطا في اليوتيوب. والله خذ امه هذه. اوكي يصير وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى يا رب تكون عجبتكم، واذا عجبتكم لا تسووا لايك وتشتركوا في القناه. وايش يسووا كمان؟ قول لهم رقيد فعلوا زر التنبيهات وانشروا الحلقه، واللي ما فعل زر التنبيهات هطلع له من التليفون حول 1000 ريال لشريك. لا ممكن مره نصاب بس مو للدرجه هذه. كان معاكم الحوت عبد الرحمن واليونكو امير الفخم الرهيب وشيفو اكبر نصاب في اليوتيوب. يس مع اكبر غشاش واكبر وحش في اليوتيوب واكبر فخم وافخم بني ادم في عالم اليوتيوب. في وحش صناعة المحتوى الرقيب. حساباته كلها تحت في الديسكريبشن. من قناة ليبتنشي. سلام. دحين انا لو غيرت الاصوات عادي هغير صوتك. والله عادي هغير صوتك. لا 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 ما والله ما بقول شيء. والله ما بقول شيء. بس لا لا امانه لا امانه لا امانه لا والله خارج بكم. والله خارج عندي ميتنج. والله ميتنج ليش الساعه 11 في الليل؟ والله الساعه 8 واضح الساعه 8 و12. والله ميتنج. والله ميتنج ودين. والله لو غير صوت تسع خلاص هجيك هنا دن وربها تفرش لو جيت دن مره ما فيها مزح دن. شاهدين شاهد.